هو فين الخطاب اللي فيه يا جماعة خلال 5 أيام باين تقدموا استقالتكم؟ ينفع ينفع يديني مهلة؟ اه يعني انتوا يوم الخميس هتقدموا استقالتكم ولا امتى يا كابتن هو مجدي؟ ينفع؟ أنا عارف طبعا إن دي على هواك، بس هو ينفع الكلام ده؟ تضحك. والله انا بدعمك، بس انا مش أنت عايز حبيبي، النقاش معاك الفدافئ في لا ازمة أنت لازم نقعد حبيبي، تدخل أنت تاخد حبيبي شكل يا أستاذ المواجهات. وائل، خلينا نقدم المعلومات للناس يا بهدوء أستاذ يعني. وائل أنت حبيبي، حبيبي فعلا يعني. الله يخليك يا كابتن مجدي، وانت آه. الحقيقة يعني قيمة رغم كل ربنا يبارك لي المداعبات فيك والمشاكل. ويخلي، بس ربنا خلينا يبارك خطوة لي فيك. خطوة. اتفضل. يبقى اذا هنا انتوا شفتوا ان، خلينا ناخد الجزء ده كده، الكابتن محمد صلاح نحاول اللي هو الجزء يا جماعة اللي بيتكلم فيه عن الحراسة، لان واضح انها مختلفة عن الخطاب اللي كاتبه رامي عباس. رامي عباس هنا بيتكلم عن حراسة مخصصة لمحمد صلاح في قدام الأوضة وقدام المصعد، ومحمد صلاح بيتكلم على أنا لا، أنا بطلبها لكل اللاعبين. مساء الخير عليكم. النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده، فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان، وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقة وفي لعيبة كبيرة وقديمة عني في المنتخب هي اللي ليها الحق انها تتكلم بالنيابة، يعني بالنيابة عن اللعيبة. فانا بعتذر لهم من الاول، بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبة وشكاوى بشوفها مع اللعيبة محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطة انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبة لكل الناس. اول نقطة بس بالنسبة لي اسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة، وانك تشوف المشكلة بسيطة، وانك تشوف المشكلة مع صلاح، وانا افتكرش ان في مشكلة معاه شخصيا. انا ما عنديش مشكلة مع حد شخصيا، انا بطلب كل حاجة للعيبة تبقى كويسة ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبة تبقى مرتاحة. وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره، وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجة واقول يا جماعة ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبة للعيبة كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم. انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا، انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعه الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كان من ناحيه وطنيه، كان من ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا